يعني أنا بلقي كلمتي كل الشعب المصري وكل المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. الحقيقة يمكن إحنا النهاردة بصدد اتخاذ عدد من القرارات المهمة الخاصة بخطة مواجهة انتشار فيروس كورونا. وخلوني في البداية طبعا حضراتكم تتذكروا معانا والمتابعين معانا إن إحنا بدأت خطتنا دي منذ أسابيع، من بداية انتشار هذا الفيروس والإعلان عليه، والحكومة المصرية الحقيقة كانت بتاخد في كل مرحلة خطوات استباقية واحترازية لمقاومة والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، زي ما احنا حضراتكم شفنا ان هناك بعض الدول يعني القريبة مننا جدا اللي لم تستطع الحد من انتشار هذا الوباء، وبالتالي اصبح الموقف فيها في منتهى الحرج ويعني الخطر على ارواح مواطنيها. كان حرصنا دايما كحكومة ان احنا ناخد كل الخطوات الاستباقية طبقا لتطور حجم وانتشار هذا الوباء في مصر. ومرة اخرى انا بذكر حضراتكم ان احنا كنا دايما بنعلن ان احنا خطتنا كانت منقسمة الى ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ودي اللي هي تخطناها، اللي هي كانت تبقى الاعداد ما زالت اعداد بسيطة اقل من 100 حالة، وبالتالي بناخد كلها اجراءات احترازية واستباقية. بمجرد ما الأعداد بدأت تزيد عن هذا العدد وبدأنا ندخل في بضع مئات، كانت على طول بدايات الخطوات الأخرى اللي خدناها من تعليق مدارس، تخفيض حجم العمل في الجهاز الحكومي، الحظر الطيران، كل القرارات اللي حضراتكم تابعتوها وكل الخطوات والجهود اللي الدولة كانت بتعملها في هذا الموضوع، واللي احنا دايما لما كنا بناخدها أنا عايز وبقولها للمواطن المصري، كنا بناخدها وبنضع في أعيننا حسابات كتيرة جدا 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 كحركة كدولة في خطوات، ولكن دائما كان توجيه السيد الرئيس المعيار الأهم والهدف الأهم هو الحفاظ على أرواح المواطن، أرواح المواطنين المصريين وسلامة وصحة كل أهالينا بغض النظر عن أي خسائر إحنا ممكن نتحملها كدولة. وبالتالي كانت هذه دايما هي كل خطواتنا اللي بناخدها. النهاردة وإحنا النهاردة يمكن الأعداد زي ما حضراتكم متابعينها، يمكن لغاية امبارح كانت الأعداد ما زلنا في أقل من 400 حالة، وجدنا إن إحنا لازم إن إحنا نأخذ مجموعة أخرى من الخطوات الاحترازية. والحقيقة دائما أنا عايز أأكد على هذه النقطة، إحنا كحكومة لما بناخد هذه القرارات دائما كنا وانا كنت حريص جدا ان انا اناشد المواطن المصري والأسرة المصرية انها تبقى معانا على نفس القدر من المسؤولية، وانها تساعدنا ان احنا نطبق هذه القرارات، لان كل مرحلة من القرارات بتبقى اصعب من التانية وليها تبعات كثيرة جدا. وبالتالي يعني لازم ان احنا كمواطنين زي ما الحكومة بتحاول، يبقى احنا كمواطنين ايضا نساعد أنفسنا ونساعد بلدنا في إن إحنا ما نلجأش إلى إجراءات أكثر صرامة وأكثر صعوبة ودايما بيبقى ليها تبعات كثيرة جدا جدا جدا. المرحلة الثالثة اللي هو لقدر الله اللي إحنا نأمل إن إحنا ما نوصلش إليها أو حتى نبطئ ونطيل الوصول إليها، هي مرحلة بقى إن إحنا نتجاوز الألف وتبقى الأرقام يعني للأسف إنها تبقى بمتوالية يعني سريعة جدا وأعداد ضخمة جدا، ودي اللي احنا شفناها في دول كثيرة حوالينا، وكانوا الناس بيقولوا لا احنا بعيد عننا هذا الموضوع ومش هيحصل عندنا، ولكن حصل نتيجة لان المواطنين ما اخدوش بالصورة الكافية كل التحذيرات الجادة اللي كانت بتطلق لو كانت هناك تحذيرات ظهرت من حكومتهم. عشان كده احنا يمكن في هذه المرحلة وجدنا ان احنا كدولة مسؤولين ومطلوب مننا ان احنا ناخد قرارات اكثر شدة واكثر قوة في سلسلة القرارات اللي احنا بناخدها. والحقيقة يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة يمكن اصدر بيان بيؤكد ان هو وجه الحكومة لاخراج او اصدار هذه النوعية من القرارات الاحترازية، هدفها الاساسي والوحيد ان احنا نحافظ على ارواح اهالينا وارواح ومواطنينا في كل ربوع مصر. فالحكومة الحقيقة هذه القرارات احنا اوريدي كنا يعني انا احنا بالفعل كنا محضرينها،
وعايز اقول لحضراتكم هناك قرارات اكثر شده ممكن ان احنا ناخدها في المرحله القادمه طبقا لتطور الاوضاع، ولكن كل مرحله بيبقى لها حسابات كثيره جدا، لان هناك كانت دعاوى كثيره من مواطنين في الفتره اللي فاتت طبقوا واعملوا اجراءات اكثر صرامه. كل هذا الكلام احنا بالفعل كدوله وكحكومه محضرين مثل هذه النوعيه من القرارات، ولكن هو التوقيت في اعلان هذه القرارات هو التوقيت المهم، لان هناك ابعاد كثيره جدا جدا جدا، في ابعاد اقتصاديه، في حسابات كثيره جدا، في فرص عمل، في رزق واكل عيش لناس كثيره جدا. بنبقى حريصين واحنا بناخد اي قرار ان احنا يعني بنشوف وبنحسب هذه النوعيه من القرارات وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وازاي ان احنا بقدر الامكان ما نضرش فئات الشعب المختلفة اللي بيبقى قوت يومها وقوت عيشها معتمد على أعمال بتبقى يعني دائما ملهاش صفة الاستثمارية أو الاستمرارية أو الثبات.